مؤسسات مشروع المدني. بداية نبدأ بالأبلة ناجية سليمان، مرحبتين بك. أهلا وسهلا، مرحبتين بك، وكل سنة وأنت طيب، ونهني الشعب الليبي كله ونقول له كل سنة وأنت طيب وعيد مبارك إن شاء الله باليمن والخير والبركات والتآلف ومزيد من الحب إن شاء الله. مرحبتين بك أيضا معتز خريف، عضو مؤسس في مؤسسة ملتمين على الخير. تفضل. تحية ليك وكل سنة وأنتم طيبين، ليك ولكل العاملين في قناة ليبيا الوطنية وأيضا للشعب الليبي. نعم. وشكرا لاستضافتك ودعوتك، بارك الله فيك. نعم، ننتقل للأبلة أو السيدة ناجية أو ناجية. في بداية نبدأ مختصرة على العمل اللي تقوموا به من خلال جمعيتكم، هي جمعية ليبيا للأعمال الإنسانية. جمعية ليبيا للأعمال الإنسانية تأسست يوم 17/2/2011. نعم. وطبعا هي جمعية مستقلة، ما تتبعش لأي حزب أو جهة حكومية، يعني تموينها خاص. نعم. منها، من أعضائها. نعم. في البداية طبعا أيام الثورة كانت الإمكانيات، أنت عارف، يعني كانت الناس كل واحد يحاول يساعد الثاني ويطلع بنتيجة، يعني حل مشكلة. نعم. فما كانش في حتى مقر في الفترة ديك، فاضطرينا ان احنا نأجروا مقر في زاوية الدهماني خلف سوق الجندي، وكان إيجارة مرتفع شوية لأنه في هذيك الفترة أنت عارف الظروف كيف كانت قاسية. أكيد. وما كانش فيه دخل يعني، ولكن وفي الوقت نفسه كان فيه التزامات علينا لازم نأدوها. نعم. فصاحب العقار بارك الله فيه وإن شاء الله في ميزان حسناته، وأنا نشكره بالمناسبة، صبر علينا فترة سنتين وبعدين وفيناه يعني إيجارة لما تحسنت الظروف. وحاليا الجمعية موجودة في مكتب، في محل تجاري يعني واخدين منه مكتب. تلخيص والإجراءات القانونية كلها مسجلة، مرخصة من وزارة الثقافة. نعم. وأمورها تمام يعني. نعم. ومسجلة يعني بوزارة الثقافة ولها ترخيص، لكن العمل المكان يعني قصدي ما يتمشاش مع الخدمات اللي هي قاعدة تقدم فيها. يعني تقصدي بأن المكان تحتاج مكان أكبر يكون بالزبط حتى تتوزع فيها الإدارات والأعمال أكثر، تقدم فيه خدمات كبيرة، ولكن المكان يعني قاعد مش هو. سننتقل ونعرف معك، لكن إن شاء الله الآتي خير إن شاء الله. جميل. ننتقل لمعتز، نفس السؤال اللي واجهته للسيدة ناجية، نبغى نعرف تاريخ تأسيسكم ونبدأ مختصرة والهدف بمؤسسة ملتمين على الخير. بالنسبة لمؤسسة ملتمين على الخير، هي تأسست طبعا مجموعة من الشباب، كنا احنا مجموعة شبابك يعني كل واحد في تركينا يعني زي ما نقوله. نعم. في الإعلامي، في الرياضي، في الـ في الـ يعني في اللي مع في اللي مشجع، في يعني كل واحد من جهة. فحبينا ان احنا نقدموا عمل يعني عمل خير. ما كناش في البداية مفكرين ان احنا نديروا مؤسسة او جمعية او حاجة يعني مسجلة، ولكن لقينا نفسنا احنا اي خطوة بنديروها بنفتحوا حساب، بنأجروا مقر او بناخذوا مقر، لقينا مضطرين نفسنا ان احنا نشهروا نفسنا يعني. والحمد لله يعني في شهر رمضان كانت الانطلاقة، ممكن في نفس الأسبوع اللي فكرنا فيه ان احنا نديروا عمل الخير، في نهاية الأسبوع كانت فيه مؤسسة اسمها ملتمين على الخير أشهرت. كنا مجموعة شباب، ممكن 5 شباب مؤسسين، قدرنا نديره على الأقل من بداية من شهر رمضان يعني قدرنا نديره نشاطات، يعني نشاطات خيرية. احنا بالنسبة للمؤسسات الخيرية، هي مش يعني مؤسسة ملتمين على الخير أو أي مؤسسة تانية مش حتخترع العجلة في الموضوع هذا، لكن هي حاول. طريقة العمل المفروض هو كيف يكون يعني. صحيح. هذا الابتكار وهنا. نعم. الفكرة نرجع معاك نبو نعرف النشاطات اللي قمتوا بها من بداية تأسيسكم مؤخرا بعيد الأضحى المبارك. سيدة ناجية، ذكرتي بأنك أنتم قمتوا بالعديد من الأعمال. صحيح. خاصة بأن تاريخ إنشائكم من 2011 17 يعني 17/2/2011 منذ ثورة 17 فبراير يعني. فهذيك الفترة كانوا الأعضاء 11 عضو. 11 العضو فقط. ايه. لكن كانوا يشتغلوا صح، ولكن بعدين بدا يزيد. كنت الاحداث يعني 8 شهور الاحداث، كيف كنتوا تشتغلوا في الاحداث؟ بصعوبه طبعا، بصعوبه. الاحداث كل الناس تعرفها، كان عندنا مخزن كبير في سوق الجمعه في منطقه سوالم، هذا
كانت الجمعية تستخدم فيه للتخزين الأغطية والمواد الغذائية، وكانت تجي سيارات كبيرة تشحن للنازحين وللمناطق اللي كانت ما زالت ساخنة يعني. نعم. فهو ربي الستار يعني. أكيد. أيوة. وحتى صاحب المخزن هذا بصراحة كان تبرع منه، هو تعاون كان معكم، كان متعاون وأعطى المخزن هذا بدون مقابل. جميل. أيوة. أول يعني أنت سألتني أول عمل قمت به، الأعمال اللي قمنا بها. تفضل. قلت لك أنا فيما فات أنه تموين الجمعية ذاتي، من ولا يتهيالي ما نعرفش قلت لك ولا لا، أنه تموينها ذاتي ما تتبعش لا حزب ولا جهة حكومية ولا شيء، من نفس الأعضاء اللي فيها. تكونت من 11 عضو، ولكن بعدين بشوية بشوية كان الأعداد تزيد لعند ما وصلوا 79 عضو. نعم. حاليا موجودين قبل التسع. نتوقف عند النقطة هذه، نمشي ناخذ أول اتصال، نسمع معايدة من أحد المواطنين. معنا عماد البنغازي. السلام عليكم عماد. السلام ورحمة الله. مرحبا أخوي. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب إن شاء الله. مرحبتين بيك، تفضل. مرحبا مرحبا. إيه نسمع فيك عماد، أنت على الهواء. احكي لنا أجواء بنغازي، كيف كانت في العيد الأضحى المبارك، وخاصة إحنا في ثالث أيام العيد الأضحى، وش تحب تقول بهالمناسبة الطيبة؟ لا الاجواء تمام. اسمعني اسمعني من سمعت الهاتف، ونقص صوت التلفزيون او خليك بعيد عليه شويه. لا الاجواء تمام في مناسبه العيد الاضحى ولا أيوة. والجماعه كلهم التحفلين بالعيد الاضحى والامور تمام، وبارك الله فيك ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. نعم. وانتم بخير ان شاء الله. وانت بألف خير اخي عماد. تحب تهني حد او عندك اصدقاء تبي توصلهم تبركاتك؟ انا بنهني الشعب الليبي كله بمناسبه العيد الاضحى. ايوه بس خلاص. شكرا شكرا عماد على المداخله طيبه، وكل عام وانت بخير، وكل اهلنا بنغازي بألف خير. كويس. زي ما نقول ونوه المشاهدين بان الارقام اكيد هتكون موجوده على الشاشه، اي حد يحب يهني يتصل بينا على الارقام الموجوده على الشاشه ويتصل بينا ويحب يوصل تهنئه وتبريكات بمناسبه عيد الاضحى مبارك. نرجع لك سيده ناجيه. بالنسبه. نعم. لتموين الجمعيه ذاتي مش من اي جهه رسميه او احزاب. نعم. تاتي يعني تبرعات من رجال اعمال. نعم. اختياري منهم يعني، أو من اشتراكات الأعضاء اللي هم في الجمعية، كل عضو يدفع 10 دينار شهري، وفيه اللي يحب يدفع أكثر يعني حسب الرغبة، لكن هو المقرر يعني زي ما تقول أو اللي ماشية به الجمعية. نعم. كل عضو يدفع 10 دينار كاشتراك لي شهري كاشتراك، وهي هذه المبالغ تمشي يعني للمساعدات وهذا. نعم. الأعمال المقدمة الجمعية عندها مجلدين، ولو أي حد يعني من المشاهدين أو الأخوة في الإذاعة يفتحوا على صفحتها حيلاقوا الأعمال اللي قدمتها من بداية 17/2 لعند. نعم. تاريخنا هذا بالصوت والصورة، لكن أنا حنقول لك عليهم بإيجاز. نعم. قامت الجمعية بتزويد الثوار أيام نقدر نقولوا الحرب. نعم. أو الثورة الأحداث. نعم. بقفازات ومعاطف وملابس يعني تقيهم من البرد. وكانت تشحن طبعا في سيارات زي ما قلت لك من شوية كبيرة الحجم، اللي هي احنا نقولوا لها سيارة بالريموك. أيوة. هذه كانت تشحن فيها البضائع للمناطق الساخنة وللثوار في نفس الوقت بالمواد المخزنة اللي كانت الجمعية تخزنها في سوق الجمعة. أوكي. كانت برضو ترفع في المواد هذه للأحياء اللي هي زي ما تقول فيها متضررين. أيوة. قبل تحرير هالمنطقة فيها ناس متضررة وفيه نازحين، فكانت ترفع للنازحين وترفع حتى للمناطق الساخنة يعني. قامت بتكريم في الفترة هذيك، قامت بتكريم الشهيد العقيد حسين دربوك من الزاوية.
وقامت بتكريم الطيار علي، والله يعني ناسي تو غاب علي اسم الطيار اللي هو رفض يضرب طرابلس وراح لمالطا. ايوه قامت بتسيير قوافل لشقيقه ومزده وبني وليد ونسمه وسرت. اوكي. في الاحتفالات الاولى للثوره قدمت لمده 3 ايام وجبات للثوار بما يعادل 6000 وجبه. باهي ما شاء الله. ايوه. قامت الجمعيه برضو بنقل مصابه سيده من مصابه برصاصه في جنبها من مدينه سرت الى طرابلس ومن طرابلس الى تونس بسياره اسعاف. وتعالجت يعني في تونس ورجعوها، وبعد شهر ردوها ثاني للمراجعه. طبعا هذا كله على حساب الجمعيه. بعدين كما ساهمت برضو الجمعيه في سفر سيده اخرى في نفس الفتره اللي هي هذه السيده في رمضان اللي فات الثانيه، هذه مدرسه فاضله أصيبت بمرض يعني صعب شوية وكانت محتاجة لإجراء عملية في الأردن، فالجمعية ساهمت بجزء من المبلغ اللي يكفي للسيدة هذه السفر للأردن لإجراء عملية. قامت الجمعية برضو بالتعاون مع الطيران العسكري بقاعدة معتيقة بإرسال 3 أطباء ومعهم 10 شباب من المنتسبين للجمعية الكفرة لتقديم خدمات طبية ومساعدات، ويعني وبقوا المجموعة هذه في الكفرة لمدة 10 أيام برضو على حساب الجمعية. نتوقف عند النقطة هذه، نمشي لبنغازي أيضا ناخذ السيد علي. مرحبتين بك يا السيد علي، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بخير السيدة، وكل ليبي حر كل عام وأنتم بخير، واللي يستقبل مكالمة هدية من ليبي حر والغالي علي ليبيا، وان شاء الله ليبيا نساها فيها ربي، وكل اي واحد ليبي وقع في مرض الليبية نعيد عليه. وانت بس اي واحد ليبي نعيد عليه بس. ولو ليبيا غالي علينا، ليبيا ماشيه بعداها ولا اني ماشيه بخيرها ومناسه طيبين. الله اكبر عليك يا منتي يا ليبيا، الله اكبر يا ليبيا، الله اكبر يا 17 فبراير. ايوه الله اكبر يا سعداء. السلام عليكم يا اخوي. وعليكم السلام، شكرا لك اخي علي بن بنغازي. نمشوا للكريميه ناخذ سيد ابراهيم. كل سنه طيب اخي ابراهيم. كل سنه طيب اخوي كريم. مرحبتين بك. بارك الله فيك، وكل سنه طيبين وضيوفك الكرام. ايوه الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. طبعا الاعلام الشاب المعتز الخريف. بارك الله فيك، كل سنه طيب. نعنيكم بمناسبه عيد الأضحى المبارك وعلى كافة الليبيين الأحرار. الله يبارك. الله يبارك فيك. الله فيك. كل سنة وإن شاء الله ينعاد لنا وعليكم بالصحة والعافية. آمين. الله يبارك فيك. آمين. شكرا لك، إن شاء الله كل عام وأنت حي وصحة وسلامة. نعم، في اتصال آخر؟ يلا ناخذ اتصال مصطفى. السلام عليكم مصطفى. كل سنة وأنت طيب أخي مصطفى. الله. وعليكم السلام اخي مصطفى، انت على الهواء تفضل. كل عام وانتم بخير، كلكم طيبين. وانت بالف خير، ينعاد عليك. من وين تكلم فينا مصطفى؟ تجوره ان شاء الله. تجوره، كيف الاجواء عندكم ثالث يوم في تجوره؟ آه الحمد لله 100 100 ومعيدين كلهم وماشي الامور ان شاء الله. الحمد لله، تحب توصل تهانيك او تبريكاتك لاصدقاء ليك او عائلتك؟ نعيد على الليبيين كلهم ان شاء الله، وانتم جميع المقيمين بالبرنامج. الله يبارك فيك، حتى احنا اعضاء البرنامج كلهم يعيدوا عليك. شكرا لك اخي ابراهيم، كنت معنا من تجوره. نرجع لخالد. اوكي ناخذ خالد. السلام عليكم خالد. السلام عليكم. مرحبتين بك، من تكلم فينا خالد؟ انا اكلم فيك من طرابلس انا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، واهلنا في طرابلس كلهم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله سيدي. انا المخرج خالد الحواز، انا مخرج اول فيلم في ثوره 17 طريق للفردوس. مرحبتين بك اخي خالد، وكل سنه وانت طيب. كل عام وانتم بخير، وعرض على قناة ليبيا الوطنية. الله يبارك فيك. هذا طيب ان شاء الله. نعم، هل لديك سؤال ام تجعلني استرسل في المعايدة؟ اخي خالد، انت قلت لنا من طرابلس، نبوك تحكي لنا يعني الاجواء كيف مرت عليك يعني اول يوم وثاني يوم، وش تحب تقول بالمناسبة الطيبة هذه؟ والله نحب نقول لكل العالم الذين يشاهدون قناة ليبيا الوطنية. ايوه.
أن يقول لهم إن ليبيا آمنة وطرابلس آمنة، والله عدى العيد بصراحة بكل حب ومودة، الناس تزور في بعضها وتعطي في الطعام، تطعم أهل العمارة يطعمون بعضهم البعض، هذا يدزل هذا وهذا يدزل هذا، نعم. عرفت؟ والأمور عائلة واحدة. أنا من المرج، أنا من المرج أصلا، من مدينة المرج، نعم. وأنا أسكن في طرابلس حاليا، أنا بين أهلي في شارع المختار، في شارع شوقي، عرفت؟ وأنا كل الحب والاحترام وجدته هنا في طرابلس، ونقول يا أهل المرج وأهل الشرق كل أن يكونوا يد واحدة وليبيا واحدة. ليش أكيد. ليش نحاول أن نحن نزيد ليبيا جراحات على الجراحات التي أصابتها؟ نعم. ليبيا تنتظر منا الكثير، نحن درنا الثورة عليش، معلش يصير واحد سؤال عليش، علشان نقولوا لا هذا نحن جماعة بنغازي أو المرج أو مصراتة أو الزيت، ليش نزيد ولا بعضنا نحن؟ صحيح. احنا درنا ثورة من أجل مستقبل أبنائنا وأطفالنا، أن يعيشوا في خير ويعيشوا في نعيم. ليبيا كويسة، ليبيا حكمت العالم كله. مصر كان يحكموها فراعنة ليبيون، كان يقول لك على راسك ريشة، على راسك ريشة معروف هو الفرعون الليبي، نعم. اللي كان يحكم مصر، نعم. حكم العالم كله. كلمة. نعم أخي خالد، ضيفتنا تبي تقول لي كلمة يعني باختصار. نعم. تفضلي يلا. عشان نسمع سيد خالد. سيد خالد، نعم. أنا نبي نقول لك إن ليبيا وحدة واحدة، ولا يمكن يقدر حد يقسمها أبدا. اللي حاول هذا يحلم، وحلمه مش حيتحقق. نعم، هذا الشيء من يراهن أن بالأخير يعني قلت لي وكذا، هذا مراهنة، والله مراهنة خاسرة والله. أكيد. أنا موجود من المرج، من مدينة المرج، وأنا من أصولي من الشرق. يعني والله شيء تقسيم وتسيير موجود علينا. طرابلس كل الناس طيبين، وناس يحبوا الخير، وناس في حالهم، ناس سالمين. يعني ليش كي؟ الله يبارك فيك يا علي زيدان. أنا بعد أخي خالد، بعد عيد الأضحى يعني اتخذ إجراءات حاسمة وحازمة في استتباب، نعم. الأمن حتى تسير العربة إلى الأمام. أخي خالد لأن نشاهد ليبيا تدخل نفق مظلم ومغلق ونغض الطرف. لا، يجب أن نحن نتخذ إجراءات. أخي خالد نحييك ونشكرك على المداخلة الطيبة. الله يبارك فيك. احنا عندنا العديد من الاتصالات والوقت ما يسمحش بان احنا نتكلم اكثر من وقت غيرنا. ناخذ ادم في الاتصال حتى هو ناخذه من المرج. الو، السلام عليكم ادم. الو، السلام عليكم. مرحبا. كل سنه طيب اخي ادم. ان شاء الله كل سنه طيبين ان شاء الله. كيف حال اخوتنا في المرج؟ والله الحمد لله في نعم الحال، وما شاء الله، ونحن مؤيدين للثوره ونحن مع الثوره. بالنسبه للتقسيم، التقسيم الاخر اللي تو يجري على التقسيم هذا، نحن مستحيل ليبيا، مستحيل التقسم، نحن دولها، نحن في جاحه ليبيا. نعم. ونشكركم وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله ليبيا وحده وطنيه ان شاء الله. يا رب العالمين ان شاء الله. امين. نعم. شكرا لك اخي ادم، كنت معنا من المرج. ونمشوا لنجوى. مرحبتين بك اختي نجوى. صباح الخير، كيف حالكم؟ صباح الانوار، كل سنه وانت طيبه نجوى. كل سنه وانت طيب ان شاء الله، ينعاد عليك بالصحه والعافيه. طبعا انا مذيعه في اذاعه في قناه ليبيا الوطنيه. مرحبتين بك زميلتنا نجوى. اهلا وسهلا بك، كيف حالك؟ وان شاء الله ربي ينعاد عليكم بالصحه والعافيه، وان شاء الله يدوم علينا الفرحه هذه اللي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما يخربها حد، وما حد يقدر يخرب فرحتنا. أكيد. بالعيد او اي فرحه. احنا طبعا احنا مقبلين الايام هذه على يعني احنا في عيد الاضحى، ومفروض نبدو عيد وحده، ونبدو يبدا في فينا التسامح، وننسى كل شيء معناها. لكن هذا ما يجيش الا لما كل واحد يبدا بنفسه قبل، وكل واحد يتغير من نفسه قبل ما يغير غيره. اكيد اكيد ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين ومنورين منورين. وطبعا نسلم على اخيتك اللي قاعده بجنبك حتى هي، ان شاء الله كل سنه وانت طيبه. وعلى الشباب، شباب قناه ليبيا الوطنيه، منورين كلكم ان شاء الله. شكرا زميلتنا نجوى، كنت معنا في مداخله. الله يبارك فيك وكل سنه وانت طيبه واستك الكريمه. نرجع لضيوفنا، نرجع لمعتز. معتز، انتوا تاسستوا في شهر رمضان، يعني كان الوقت ضيق شويه، فياريت تقولنا بإيجاز الأعمال اللي قمتوا بها. طبعا احنا طبعا في البداية وزعنا بعض المؤن، طبعا زي ما تعرف انت للأسف، يعني حاليا احنا نتعامل مع واقع موجود، يعني للأسف في عائلات، يعني حتى مثلا المواد الغذائية هذه بتاع رمضان مش قادر عليها، فوزعنا ما يقارب عن 50 باكو بتاع دحي وكذا، حطينا فيها مواد تموينية وهيك. كانت حاجة بسيطة كانطلاقة، لأن طبعا
كنا قلت لك يعني بداية الأسبوع كان شهر رمضان لها تأثير حتى بداية الأسبوع كان مثلا السبت ما كانش فيه أصلا مؤسسة ولا فكرة وفي يوم الخميس كنا موزعين يعني المواد هذه فيعتبر إنجاز بالنسبة لنا احنا. طبعا بعدها في العيد يعني الحمد لله جتنا تبرعات كويسة قدرنا نحن نستهدفوا 60 عيلة بالعيدية يعني وزعنا 200 دينار على كل أسرة وعلى كل طفل 50 دينار استهدفنا كم يعني ممكن قريب 60 عيلة زي ما قلت لك يعني بحكم العيلة 200 دينار وكل في أطفال 50 دينار 50 دينار لين يوصلوا مثلا ل 350 يوقف يعني المبلغ على المبلغ هذا ونعطوه 350 لانه يكون عنده ثلاث اطفال يعني ثلاث اطفال او كان عنده مثلا اربعه او خمسه ياخذ نفس المبلغ. بعدها طبعا كانت احنا للاسف يعني حاولنا نشتغلوا على داتا بيز كبيره نشتغل على الحالات اللي تكون موجوده عندنا نمشي نزوروها لكن للاسف الوقت كان ضيق طلعنا من 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 العيد من شهر رمضان مشينا للعيد عيد الفطر طلعنا من عيد الفطر مشينا للمدرسه من المدرسه جينا رحنا في عيد الاضحى يعني هو موسم للاعياد وموسم لل هذه النقطه اللي بتوقف عليها عيد الاضحى بالنسبه لعيد الاضحى طبعا هو كان تو اخر حمله لينا اللي هي طبعا درنا حمله باسم بعيدهم يكمل عيدنا مع مؤسسه فخر ليبيا نشكرهم يعني حتى على تعاونهم كانت يعني زي ما قلت لك بعيدهم يكمل عيدنا بس الوصف القصير للحمله مشروع ال100 اضحيه لكن الحمد لله هو هذا كان كحد ادنى نجحنا ان احنا نكون ونوزعوا 175 اضحيه تقريبا ما شاء الله. طبعا بمساعده هالبناس يعني هالبناس جابوا لنا مساعدات ومنهم حتى برنامجك حسام الارزاق تساق في ليبيا الوطنيه مسموعه ونشكر يعني ليبيا الوطنيه حقيقه ما كنتش اتوقع ان يكون يعني التجاوب كبير للدرجه هذه ممكن اكثر حتى من القنوات الثانيه لكن يقول كل سفره تعلمك الاحداق على الاقل نعرف كيف نتعامل مستقبلا مع الجهات الاعلاميه نشكر برضو قناه النبأ ممكن ان هم كانوا متواصلين معنا وللاسف ما قدرناش نوفقه لان احنا عندنا حاجه يعني متركزين عليها في عمل الخيري ممكن احنا نختلفوا شويه على مؤسسه ليبيا كنا نحن مركزين على العمل الخيري بطريقه كبيره يعني نحن يعني قصه الاعلام تعاملنا معها بحذر طبعا تعرف انت العائلات الليبيه عائلات محافظه ما تبيش الاعلام موضوع توثيق وتصوير كذا يعني. ومع ذلك خدنا فيها ايضا جانب شرعي ان حتى لما بيجي تعطي حاجه او كذا ما يعني لا لا مش يستحسن التصوير مش للاشخاص مش للاشخاص لا لما تكون مساعدات مثلا في صيانه في جرحى في ما فيش وجوه ناس وما فيش اسماء اطفال كدا. تفريح الاطفال لا بس هذه طبيعيه بس مثلا لا لكن في المساعدات لا الماديه ومساعدات يعني. بس للاسف في جمعيات تدير فيها يعني هذه اداريه بعدين بس مع ذلك احنا ما عدلناش على اي حاجه والموضوع مش هيك الموضوع احنا بين سندان ان احنا نظهروا الاشياء اللي نديروا فيها وبين مطرقه ان الناس اللي تتبرعت تبي تشوف اعمالها وين شن او حتى يستريح شن درنا بها حاولنا احنا نديروا حل وسط ان احنا نصوروا المساعدات لما مثلا مبالغ حطيناها مثلا بحدا بعضها صورناها حطيناها في الصفحه عندنا صفحه في الفيسبوك اسمها صفحة ملتمين على الخير حملة ملتمين على الخير والحمد لله يعني جتنا تبرعات كويسة قبل ما ننتقل لناجية نبي البوستر توري لنا البوستر يعني هذا كانت حملتنا كانت حملتنا يعني باسم ملتمين على الخير بعيدهم يكمل عيدنا مانيش عارف هذه كانت الدعاية الإعلانية لحملة عيد الأضحى المبارك هذه كانت الدعاية طبعا البوستر زي بعيدهم يكمل عيدنا مشروع 100 أضحية طبعا درنا آية قرآنية للتبرعات يعني بعدها كتبنا ان احنا ننظم شباب مؤسستين ملتمين على الخير وفخر ليبيا كتبنا ان احنا حنساعدوا 100 عيله في اللي هي ذوي الدخل المحدود وهيك وحطينا ارقامنا وحطينا رقم مصرفنا يعني اللي حاب يتبرع يعني كنا نتوقع ان حتى على المصرف يجينا تبرعات اكثر لكن يعني هذا الموجود تعاملنا معاه يعني والحمد لله وصلنا ان احنا يعني ساعدنا 175
وكانت الإضافة 75% على العدد اللي محددين احنا او الحد الأدنى، اعتقد انه هو نجاح لنا ونجاح بصراحة لمؤسسة فخر ليبيا. احنا كملتمين على الخير قدرنا نوزع قرابة 70 أضحية. المؤسسة الثانية اللي كانت العجز للعائلات اللي ذوي الدخل المحدود واللي كانت مؤسسة فخر ليبيا نجحت ان هي توزع 105 أضحية. اللي هم كانوا عدد اكثر منا يعني، ونهنيهم للشيء هذا. كنتوا 70 واحنا 70 أضحية. بس احنا حملتنا حتى فكرة ان احنا زوز مؤسسات مستقلات يديروا شغل واحد، هذا حتى هو حلو. انا حاب انه حتى على النقطة قالتها الأستاذة ناجية في قصة الدعم، احنا معتمدين على التبرعات. كان في دعم في البداية من رجل أعمال يعني ما هوش حاب يذكر اسمه، هو اللي خلانا ننطلقه على الأقل في البداية. دعمونا بعض الشركات، بس احنا بعيدين بكل البعد عن التفكير السياسي، عن أي منهجية سياسية. حاجة واحدة من الأشياء يعني احنا لأن عندنا في المؤسسة يعني سامحني حسام حتى طولت عليك، عندنا خطين مهمين. الخط الأول ان احنا ما نفرقوش في تعاملاتنا مع الشخص، هل هو مؤيد هل هو تائر هل هو، ما ليناش علاقة به حتى يعني بعيد كل البعد عن التسميات حتى اللي انتشرت في الشارع في الفترة الأخيرة بين هذا. تتعاملوا كالناس كمواطنين ليبيين يعني، تتعاملوا ان هذا مواطن شخص طبيعي. النقطة الثانية في قصة التصوير بإجازة ساعتين ثانية معتز عندنا فيها رأي وقلته لك يعني. نعم هذا من الخطين بتاعنا. معنا ناخذ اتصال بعدين نرجع ناخذ الاعمال اللي قمت بها الاخيره. اسماء مرحبا بك اختي اسماء. كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم بالخير والصحه والعافيه. تحيه ليك اخوي وتحيه لضيوفك الكرام، وكل سنه وانتم طيبين وانت بألف خير. اسماء منو تكلمي فينا؟ انا نكلفكم من بن جواد. بن جواد؟ ايوه. ايه كيف الاجواء عندكم بن جواد؟ كيف مر عليكم العيد الاضحى المبارك؟ طبعا مر علينا بخير وسعادة ولمة الأسرة ولمة أمهاتنا وباهاتنا الشابين الكبار، ولمة معناها لمة العيد لمة حلوة فيها نكهة صغار والعويلة ولمة حلوة يعني. طبعا نعيد علي أبنائي، نعيد علي حكيم ومرام ورنا. طبعا نعيد علي أبويا وأمي وكل سنة طيبين وبيطول في عمركم، وطبعا نعيد على الشعب الليبي كله. ونقول عاش الثورة 17 فبراير والله اكبر الله يحمد. الله يبارك فيك وكل سنه واسرتك الكريمه وكل اهلنا في بن جواد، هم بالف خير ان شاء الله يا رب العالمين. نرجع لنعاود ننوه يعني الارقام موجوده على الشاشه، اي حد حاب يتصل على الارقام هذه يحاول مره واثنين ويخش يتواصل معنا. نرجع للسيده ناجيه الاعمال يعني حتى انت بايجاز يعني لان ما عندنا وقت لناجيه. ان شاء الله تفضلي. معتز خذي الوقت كله. لا خذي الوقت كله معتز. تفضلي. بعد رحله الكفره والتبو قامت الجمعية بصيانة عدد من المنازل خلال سنة 2012. نعم. وفي نفس السنة برضو قامت بمساعدة النازحين اللي هم داخل مدينة طرابلس. أيوة. بالأدوية، مساعدتهم في الأدوية وفي المواد الغذائية وغيرها. ساعدت برضو شابين في رمضان هذا اللي فات من تجورة على أساس زواج يعني، جوزتهم تاني يوم العيد الفطر. تجوزوا تاني يوم عيد الفطر وان شاء الله نتمنوا لهم السعاده والهناء والبنين ان شاء الله يا رب ان شاء الله بهالمناسبه. نعم. قامت الجمعيه برضو بزياره دار الايتام واخذت ابناء الدار لرحله على شواطئ طرابلس والميناء، برضو رفعتهم للميناء الفتره هذه اللي فاتت. ايوه وقدمت لهم هدايا علشان تحسسهم يعني دعم نفسي يعني دعم نفسي ويطلعوا من الظروف اللي هم كانوا فيها. كما أن الجمعية تكفل في أيتام. أيوة. من خارج دار الأيتام يعني في عائلات يعني عائلات برا عندها أطفال الأب متوفي، الجمعية تقوم على كفالتهم في كل ما لازمهم. نعم. ننتقل مباشرة لمؤخر العمل. كويس ما تكملي، خلينا ناخذ مش نعطلوا على المستمعين، ناخذوا السيد مبروك. مبروك من سوق الجمعة، مرحبتين بك. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير أستاذ. وأنت بألف خير. نعيد عليكم ونعيد على الأساتذة في البرنامج في القناة. الله يبارك فيك. الأستاذة الفاضلة صاحبة أو مديرة الجمعية الخيرية هذه. لا مش مديرتها، أنا عضو بالجمعية ليبيا للأعمال الإنسانية. ما شاء
شاء الله ربي يبارك فيهم في ميزان حسنات ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيك. شكرا. وبنلوم عليكم شويه يعني المخرج وبالذات الشبوب هذا معتز دخريش يعني ولد المدينه القديمه وانت يا استاذ يعني المفروض اليوم عيد هذيك اللبسه العربيه الاصيله هذيك يعني والدشداشه والحلو حاجه يعني صراحه يعني معلش احنا سامحني بس عندنا الاخت ناجي تفضلي ردي عليها. معلش ما توخداش لان امها في الحج اللي بتحدد لها. الاستاذ الفاضل اكيد نعرفوها لا هو سامحني بس انا ما نبيش حتى هو احنا طبعا طلعنا اول يوم طلعنا بالبدله العربيه في قناتي يعني دي بالاحرى طلعت في مراسله طلعت بزبون يعني عرفت حلوه عليك يا استاذ فسامحنا يعني على تو اليوم جاي علي انا بس قعدت بروحي انا على المخرج بالذات المفروض يوفرها لحاجتها هي ان شاء الله جايات ان شاء الله. من تحب تهني يا اخي المبروك؟ نهني ابنائي ان شاء الله واسرتي كلها ومنطقتي وسكان ليبيا كلهم ان شاء الله كل عام الله يبارك فيك ان شاء الله والحمد لله ان شاء الله وثالث يوم العيد وكملنا عيدنا والحمد لله ان شاء الله والقرقوش والاصبان وال الحمر راس الحمد الراس عارفين ايوه شكرا شكرا اخي مبروك الله يبارك فيك وكل اهل نفسك الجمعه وفي طرابلس بالف خير. سيده خديجه موجوده؟ نعم. شكرا لك سيد مبروك الله يبارك فيك كل عام بخير. نمشوا لبنغازي ناخذوا خديجه. مرحبتين بك اخت خديجه. على صباح الخير. اسمعيني من سماعة الهاتف لو سمحتي وخليك بعيدة على التلفزيون. الو الو انت على الهواء كل سنة وانت طيبة خديجة. وانت طيب يا اخويا كيف حالك؟ الله يبارك فيك الحمد لله. صباح الخير لضيوفك الكرام. ايوه كل سنة وانتم طيبين ينعاد عليكم بالخير. وانت طيبة ان شاء الله بالصحة والسلامة. كل سنة وانت طيبة. الله يسلمك الله يسلمك. والله انا بدي نحكي على موضوع بصراحة. بفوز منحيش قامة الثورة شو حقنا من الثورة هذه منحيش قامة؟ خاطي الفساد وخاطي الدعارة والحبوب والحشيش والبلاد كلها من قلبها على بعضها. ايوه ما فيش حتى واحد يطلع يدعو عليها شبعنا دوا شبعنا دوا شبعنا دوا. شنو هي؟ تقصد الله. نعم. ما سمعتش. شو تحبي تقولي بمناسبة عيد الأضحى سيدة خديجة؟ بالنسبة لعيد الاضحى والله انا نطلب من ربي انه يهدي سر البلاد والعباد بصراحه. امين يا رب العالمين. وبعدين تعيلي نحن ليبيا نحن معروفه ان هي غنيه بثوره، ليش جاي لنا جمعيات خيريه علينا؟ اختي خديجه نحن نعقب على الموضوع هذا بعد مكالمتك، الله يبارك فيك، شكرا لك اختي خديجه كنت معي بنغازي. موضوع المعايدات هذا واجهني حتى اني كان عندي برنامج موجود على المسموع ما سمعتهاش انا في البدايه شن قالت كويس في موضوع المعايدات والاعمال الانسانيه والخيريه هذا اغلى دوله ممكن امريكا في العالم وموجود عندها الفقر في بالفعل في ناس بات من غير عشية وبات في الشارع يعني وزي ما موجود يعني الخير موجود شر موجود ناس اغنياء موجود فقراء موجودين يعني ربي علاش دار زكاه في باش تمشي للناس محتاجه فموضوع الاعمال الخيريه هذه مواضيع وطنيه هذا عمل انسان عمل انسان بيننا وبين ربي هذا ماليش علاقه بالدوله سواء كانت غنيه او مش غنيه عمل انساني قبل ناجيه عندك 30 ثانيه تقولي لي على العيد باختصار ايه منهم عن الحق الجمعيه طبعا ساهمت في صيانه مبنى داخل مستشفى الحوادث في شارع الزاويه قامت بزياره جرحى في نفس المستشفى قبل ناجيه يا ريت تعطيني عيد الاضحى فقط لا الاعمال تاع عيد الاضحى اعذرينا الوقت دهنا عيد الاضحى طبعا زي كل سنه كانت قبل تقدم في اضاحي ومواد غذائيه مع الاضحيه لان كان عدد الاضحيه بسيط والعائلات والمواد الغذائيه كان يعني فيها نقص ايام يعني بعد التحرير لكن تو المواد متوفره ولهذا استغنت على المواد وزادت في عدد الاضاحي السنه هذه 166 اضحيه قدمت 166 أضحية وفي الوقت الحالي من غير العيد قاعدين نسعوا لشراء جهاز خاص لمرضى السرطان بمركز طرابلس الطبي. أنا من قاطعك المخرج قال لي لأن وقت الأذان الظهر أعذرنا سيدة ناجية كلمة أخيرة بإيجاز فضلي قولها أخت ناجية عضو بجمعية والله يعني كان ودي أني نعرف حتى بالأعمال الحالية اللي قاعدة تقوم بها الجمعية في وقت ثاني احنا بإذن الله نستضيفوك حتكون لك مساحات بإذن الله المهم ايه تفضلي كلمة أخيرة تحب تقولها اللي بنقوله لكم إن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين ودائما للأمام نعم وحب وحنية وتآلف وتآخي وخلاص نبغوا نفتحوا صفحة جديدة الإيد في الإيد
ونعمله لمستقبل افضل ان شاء الله. معتز ننتقل لك. انا يعطيني بس 30 بإجازة. ثانيه بإجازة 30 أقل. ثانيه اقل انت الوقت ما نقدروش والله ما نقدر. اذان الظهر دهمنا طبعا. بارك الله فيكم على استضافتكم. احنا عندنا ممكن نشاط مستقبل يعني جاي ان احنا حنكفلوا 20 عائله، ممكن ندعو عليه اكثر في الارزاق تساق او في نعم. حلقه ثانيه. نشكرك انت ونشكر السيد صلاح ونشكر نعم. كافه القائمين على نعم. شكرا 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 لك سيدة عادلين جدا. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه سيده ناجيه عضو بجمعيه نعم السيده ناجيه عضو بجمعيه ليبيا للاعمال الانسانيه. كل سنه وانت وكافه الاعضاء بالف خير ان شاء الله ومن افضل لافضل. معتز عضو مؤسس بمؤسسه ملتمين على الخير، بارك الله فيكم على الاعمال تقوموا بها من اجل ليبيا والنهوض بها. الشكر لفخر ليبيا. نعم الشكر موصول كافه الكادر والجنود المخفيين موجودين بقناه ليبيا الوطنيه من المخرج للكاميرامان كافه الموظفين. ايضا شكر والتعيدات والتبريكات موصوله لكافه المواطنين الليبيين والشعب الليبي بالكامل سواء موجودين داخل ليبيا او خارج ليبيا. كل عام وانتم بالف خير وليبيا في امن وامان ان شاء الله. ننتقل لصلاه الظهر حسب التوقيت المحلي مدينه طرابلس. تقبل الله صلاه الدعاء جميع. دمتم في رعايه الله. الى اللقاء.